الزمالك والاسماعيلي. تعالوا نستعرض مع حضراتكم ماذا قال المديران الفنيان مستر جيسوالدو فيريرا والكابتن حمزه الجمل بعد مباراه الزمالك والاسماعيلي في بطوله كاس مصر. فيريرا المدير الفني للزمالك قال: الشوط الاول كان جيدا واللاعبون شعروا بالارهاق بعده، حققنا الفوز ولعبنا بجماعيه. بالمناسبه موضوع الارهاق ده يعني برضو منطقي، لان انا النهارده اتكلمت عن ان الشوط الثاني للزمالك ما كانش كويس قوي، كان في شويه فرديه بس الارهاق كان واضح برضو. حققنا الفوز ولعبنا بجماعية، الإسماعيلي فريق جيد جدا، الإسماعيلي من أفضل الفرق في الدوري التي شاهدتها الفترة الأخيرة. لدينا 4 مباريات سنخوضها في الدوري خلال 13 يوما، لا نعاني من إصابات وهذا أمر جيد، هدفنا تحقيق الفوز في جميع المباريات المقبلة. الزمالك عنده فاركو يوم الجمعة. حالة الإرهاق لدى اللاعبين هي من تسببت في أداء اليوم. الونش غاب عن لقاء الإسماعيلي بسبب إجهاد عضلي وعدم مشاركة محمود علاء قرار فني. حزين لعدم وجود الجماهير اليوم خاصة أنهم حافز لنا. أهدي الفوز للجماهير، أتمنى تواجدهم في لقاء فاركو المقبل. قبل ما نسيب حمزة، قبل ما نروح لحمزة الجمل، بس ده الكاس بتاع السنة دي. إيه الفرق ما بين الكاس والدوري؟ ما ندخل الجماهير بنفس العدد بل نزودها يعني فرصة. فالفصل وما بين إن لأ ده الدوري فيه جمهور والكاس لأ، المفروض نستغل اي فرصه في ان احنا نزود عدد الجمهور. طبيعي جدا طبعا، اجواء مختلفه تماما مش بس للمشاهد بل للاعب كمان يا كابتن اشرف. صحيح، يعني وجود الجمهور حتى في التدريب العادي اليومي يعني بيدي دوافع كبيره جدا جدا. ومن اهم المميزات اللي موجوده في نادي الزمالك دلوقتي التفاف جمهور نادي الزمالك، ويمكن تصريحات مستر فيريرا النهارده بتدل على ده جدا. صح، ادائهم بيفرق بنسبه 100% في وجود الجماهير بالتاكيد. يعني لا، هو كمان علاقته بجمهور الزمالك وعلاقه جمهور الزمالك جداً. بيه من 6 سنين بتتزايد كمان. صحيح، حتى هو مش في الزمالك، صحيح. لما رجع الزمالك انك تلاقي مدرج كامل بيهتف باسم المدرب في مشاهد كده دراميه، يعني بتبقى مش سهل الوصول ليها. المنظومه كامله. صح، متكامله. صح، لازم التروس لازم تبقى كلها. صح، متوافقه. عشان كده في نجاحات نادي الزمالك، مستواه ثابت وادائه ثابت، نتائجه مميزه جدا الفتره الاخيره، نتيجه ان كل التروس اللي اتكلمنا عليها دي، جمهور واداره وجهاز فني ولاعبين، في التفاف حوالين نادي الزمالك، وده بيدي نجاح كبير جدا يعني. طيب ماذا قال على الجانب الاخر الكابتن حمزه الجمل بعد الخساره من الزمالك بهدف دون مقابل؟ تعالوا نشوف. كابتن حمزه قال ان مباراه الزمالك كانت صعبه وقويه، خاصه انها امام فريق بطل وقوي. قدمنا مباراه قويه بالرغم من الضغوط الموجوده على الجهاز الفني واللاعبين. يوجد ارتياح في الاسماعيليه عقب مباراه الاتحاد السكندري الاخيره في الدوري. قال إن الفريق بيعاني من النقص العددي في خط الهجوم، نتيجة المباراة ليست في صالحنا، لكني سعيد بالأداء. لعبنا من أجل الفوز والتأهل لربع النهائي. كانت لدينا دوافع قوية لتحقيق الفوز أمام فريق كبير وبطل بحجم الزمالك. الإسماعيلي قدم نموذجا فنيا في الضغط والاستحواذ، وبحثنا عن ثغرات في دفاع الزمالك، لكننا لم نترجم الفرص التي أتيحت لنا، وفي النهاية خسرنا بركلة جزاء. الإسماعيلي، ودي نقطة بقى مهمة جدا، يحتاج لمشروع وتخطيط استراتيجي من أجل النهوض لحل أزمة الفريق. الحديث عن بيع أي لاعب أمر يخص الإدارة، سأقول رأيي الفني إذا كنت سأستمر. ودي نقطة يعني، هو الكابتن حمزة جمال قلت لكم امبارح إن هو لا ينوي الاستمرار على الأقل حتى الآن. أتمنى الحفاظ على القوام الأساسي للإسماعيلي. مفيش خطة، مفيش استراتيجية، ده صحيح. كلام الكابتن حمزة الجمل وأكده الكابتن حسني عبد ربه. وده في حالة إن أنت عايز ما تعيش نفس اللي بتعيشه بنفس النسخة، لازم تغيره. صحيح. إزاي يتعامل الإسماعيلي مع الوضع الراهن؟ الإسماعيلي من فترات طويلة جدا، وأعتقد إنه يعني كرة الإسماعيلي غابت من فترات طويلة، مش من الموسم ده ولا اللي فات يعني. الإسماعيلي من 7 8 سنين أعتقد بعيد جدا عن الـ عن الـ عن المشهد الطبيعي للإسماعيلي، أو عن أدائه الطبيعي ونتائجه الطبيعية. وده نتيجة تعاقب إدارات كتيرة جدا عليه. مفيش استقرار إداري، زي ما قلت لك يا هيني، إنه الاستقرار الإداري فعلا بيفرق بنسبة 100%. بتوفر كل حاجة، وده مش متوفر في نادي الإسماعيلي من فترات طويلة جدا. أيوه. معظم مدربين نادي الاسماعيلي او من تولى النادي الاسماعيلي، انا شايف ان دايما عينيهم كويسه جدا على اختيارات اللاعبين. يعني الخامات اللي موجوده في نادي الاسماعيلي دايما موجوده خامات جيده. على الاقل بتلاقي 7 8 لاعبين مميزين جدا عن كل اللاعبين الموجودين في الدوري. ولكن ليه النتائج سيئه؟ لانه مفيش استقرار، مفيش استقرار لا اداري ولا فني، تغيير المدربين الكتير. وده لو فاكر برضو كان في القايمه برضو بتحس ان هي مليانه وقت اختياراتها، يعني
مليانه مشاكل. يعني تلاقي في مراكز مش مكتمله، في مراكز فيها اكتر من اسم بس مراكز تانية صحيح اسم واحد هو اللي هيشيلك. فدي برضو بتبقى ما قبل بدايه الموسم كمان محتاجه ده التخطيط والاستراتيجيه، طبعاً يعني جزء طبعاً منها. لازم يبقى عندك تخطيط، لازم يكون عندك بلان للي جاي. تغيير الادارات بيديك عدم استقرار في اختيار المدربين، وبالتالي المدير الفني بيتغير اثناء الموسم، بيجي ممكن يمشي في نهايه الموسم او ما بيلحقش يبتدي الموسم مع الفرقه، في اختياراته بتبقى مش سليمه او مش صحيحه. هو ده الموجود في نادي الاسماعيلي، ولكن النادي الاسماعيلي مش هيستقر ابدا بدون استقرار اداري وفني. لازم مدير فني يتولى المسؤوليه من البدايه، واعتقد ان كابتن حمزه نجمل والجهاز الفني مع حسني عبد رب وحمص يعني اسماء كبيره جدا وفرقت جدا جدا في لم الشمل، وده كان مهم جدا في الاسماعيلي الفتره اللي فاتت. اتمنى لهم التوفيق، لان هم الحقيقه يعني عندهم اصرار كبير جدا على ان الاسماعيلي يعود، وروح وحب النادي الاسماعيلي. اتمنى لهم